ايوه هيدا زيزو جاب لنا اكل. فتحت لحالك؟ استقبلت حالك لحالك؟ ولا انا ما احلاك. هلا بروبير، هلا بروبير. لك مين جاي من ابو ظبي كرمالي؟ حياتي بالطيارة ام تي في حبيبي. تفضل تفضل صديقة، ناطرينك ليلة الخميس. جايين استاذ روبير، احتراماتنا. مشتاقين لك يا عمي، والله اشتقنا لك. بتعرف لما بتوصل كأنك انت نقلت على بيت كبير وجديد ومبسوط فيه، بس بدك دايما تحس هيك بالدفى تبع بيت اهلك. وقت بتوصل عند اهلك بتحس هيك بالحنين. هلا هيدي الام تي في. انت هلا بسكاي نيوز؟ انا بابو ظبي مع سكاي نيوز عربيه لي 3 سنين كم شهر. فهي بس تيجي على عند اهلك تقول كانوا في لهفه يعني. هيدي هي الام تي في، الغنش كله هون. ايه ما شوف، بفوت على الام تي في بتلاقي كل العالم مهرقه هجمت لتسلم عليه وتبوسه. عمر 7 سنين والصحبه الحلوه موجوده يعني انت ومنى صليبه وروبير نخل مع بعض. في ما بتعرف انه منى بتكون على بتكون لايف على الاخبار، نحن بنكون وراها قاعدين عم نتفرج عليها بقلب استوديو يعني. ياما صايره بتصير فريق الدعم بكل شيء. بس اكثر شيء معروفين رفقات بالسفر. ايه طبعا ضروري يكون في سفر، ما في احسن منهم بالسفر. عندنا سفرتين او ثلاثه بالسنه. هلا اذا بدي اتكي عليك 7. هلا فريد فريد وسيرين في فيديو لكم انتم بالسفر، هلا نشوفه وبتخبرونا عنه. فريد هدي. نعم رورو شو صار معك؟ رورو كيف وقع يا عيط؟ وقع رورو بعمل له حق. يلا اطلع. انت ليه ما هديتيه؟ هديته مرتين. تلت تركتيه؟ لا تلت انه وقع. انت ما شفته ولبست البني وجلحت البني والقلب مجروح. عم بخبي بحب يخبي. شو هي عم يسأل كمان؟ ومريم مريم تي وعيني مريم والقلب مجروح بدو مريم. بعد هيدي الأربع مرات رورو ولا ضيف رح يطلع معي بكرة. بس تعرف الله يديم الصحبة بيناتكم أكثر من صحبة. بتعرف كمان تحية لل جمانة أبو عيد وسيد منى ريتا كريستو. طب سيرين وفريد عيلة نحن. طب السنة الماضية كانت نوال بري بالهيبة المراسلة. نعم. أوكي كصحفية يعني. طبعا. السنة في نخلة عضيمة كمان مراسل إذا ماني غلطان ولا أكيد أكيد يعني بي 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 بالأخبار و طب أصحابك ولو يعني روبير نخل؟ هلا روبير مواصلين. روبير عنده ظرف خاص لأنه عنده سفر. أوكي. بس اسأل لي منى شو نعرض عليك؟ قديت رجيتها؟ أنا شاهد. إيه. بس منى ما كانت مترددة، بس كان عندها التزامات بشغل وهي بتحب تبعد دايما عن الأضواء. استلم الحديث. بحبه بس يدافع عني. بتخافي من الكاميرا يعني؟ مش مستحيل هذا الشيء. لا يعني بده يصير في زعل أنا وسيرين إنه نجمتين وصحيح. أيوة أيوة